قتل الإعلام الحر؟ هو الإعلام طبعا مولوتوف لما تحاصر مدينة وتلاقي فيه تهديدات مختلفة، أولا ميليشيات في الشوارع بتهدد بتحاصر، انت تصحى الصبح تقول للناس صباح الخير مين متحاصر دلوقتي؟ ما هو انت دلوقتي الحصار، مدينة الإنتاج الإعلامي، محكمة الدستورية العليا، حزب الوفد، التيار الشعبي، أماكن كثيرة تحاصر دستورية. هنا البلد بقت دولة ميليشيات عصابات، كمان عندك تهديدات للإعلام كأنه الإعلام ده هو المسؤول عن كل الأخطاء والخطايا، الفقر، الجهل، التخلف، كل واحد فاشل عاوز يعلق أخطائه على شماعة الإعلام، فتلاقي الهجوم الشماعة السهلة الإعلام، هاجم الإعلام، وبالتالي الإعلام بيهدد بميليشيات في الشوارع، وأسوأ حاجة الميليشيات الإلكترونية. أيوه الميليشيات الإلكترونية، انت واضح تعبان منها اليومين. ايه ده، في ايه خير؟ خير يعني، انا عايز اقول لك على حاجه بامانه شديده جدا، وعايز اتكلم قدام كل الناس عشان الناس تبقى فاهمه كويس قوي ايه اللي بيحصل للناس. الميليشيات الالكترونيه ديت يا جماعه بتفسر اي حاجه زي ما هم عايزين، يعني احنا ممكن نتكلم في سياسه او ننقد مثلا وضع او نظام فتتفاجئ بلا اي انك انت بتتكلم في اديان، وانا عمري مثلا في حياتي ما جبت سيره الدين او جبنا مثلا شيخ او حد اتكلمنا عليه او قلنا كذا وكذا، ده مش البرنامج بتاعي خالص، وفجاه تبص تلاقي الميليشيات الالكترونيه طالعه لك في حاجات عشان يشعلوها وعشان يبوظوا الدنيا وعشان يشوهوا الصوره والحاجات دي كلها. انت هل انت، انا على فكره ما بردش على الحاجات دي خالص يعني عشان تبقى في الصوره، انا ما بردش ومش، لكن احب اوضح للناس ان الناس ديت بتفهم غلط وعايزه تفهم الناس غلط. طبعا هو يعني اولا احسن حاجه سلاح طناش اللي انت عم تاخد حبوب طناش وتطنش، ليه؟ الحملات الالكترونيه دي ممكن تخليك ما تنامش ابدا، كل شويه حد الحق كاتبين عنك انك قلت او شتمت في الاسلام، الحق كاتبين عنك انك قلت كلام ينسبوا لك كلام انت ما قلتوش، بعد شويه يدخل في ضبط هاني رمزي في شقه مشبوهه وحلني بقى. ده حاجه بسيطه. دي بسيطه ليه؟ دي بسيطه، دي بسيطه. ايه الجامد قوي يعني اللي ممكن يعني يدخل لك مثلا تلاقي انه مقتل هاني رمزي في شقه مشبوهه. يعني مش عاوز يموتك، هيشوهوا صورتك بعد موتك برضه كمان. هو يبدا بشتايم وبعد كده ينسب لك حاجات انت ما قلتهاش، وهتلاقي كمان تهديدات ونشر كلام على لسانك انت ما قلتوش، كل ده لا، هو ده أسوأ ما يهدد الحياه العامه. ليه؟ الميليشيات الالكترونيه المساحه بتاعتها واسعه جدا، عشان كده انا بنصحك اعمل، ما تعمل حاجه اسمها لازم هاني، حملة لازم هاني. لا ده بالنسبة لي أنا لازم هدنون. حاجة فيها دلع شوية. ما أنت تلاقي كل واحد عامل لك ميليشيات، لازم فلان ولازم علان وميليشيات في الشوارع، واختفت الدولة تماما، وده خطر. الميليشيات الإلكترونية، الميليشيات اللي في الشوارع، التهديدات المختلفة، أعتقد أنه كل ده اغتال الإعلام الخاص. بس عاوز أقول لك أنه لا، الإعلام الخاص ما زال صامدا، واللي هيخاف هيحاسب تاريخيا، وفي ناس بتخاف للأسف، وفي ناس بلاقيها بتبدل مواقفها كما تبدل ملابسها. لا، الإعلام هو حائط الصد، وهو اللي هيعيد مصر الحقيقية، وهو اللي هيفتح النوافذ عشان يفضح كل الكائنات اللي انت شايفها، الأقزام الذين يحولون أنفسهم إلى عمالقة. الإعلام كشاف ضوء بيفضح كل ده، وعشان كده هو عاوز يكسر هذا الكشاف، لكنه إن شاء الله مش هينكسر.